بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بالحاج نور الدين من دوار الشهرية بلدية طيب الحمد لله، عاد 35 سنة. وصار لي هذا المشكلة تاع المرض مدو بالغاز، راني برا رجلي ما نقدرش نتمشى متزوج، وفوتوا وطلبوا لي عملية مبلغ 20 مليون. نعوذ بالله من شر الجن، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا إنسان فقير الحال، وعندي ولدي راه متزوج وما عطيتلوش، طلبت هنايا ما الغاشي هنا ما عندوش، ما فوت عليه خطره ولا زوج وخلصوا لي الدراهم. راني قاعد هكاك أي شيء العمليه، وراني باغيهم يعاونوا ان شاء الله رب العالمين، هذو اللي فيهم الخير يعاونوني. راه باراليزي، ما راه يتحرك، راه قاعد 24 ساعه على 24 ساعه في فراشو هنايا، ما تقتلوش انا. وزيد مرتو عنده هاني، ما قدرت لا نوكل خابته ولا هو نجري عليه ولا الله غالب. باغي اللي فيهم الخير ان شاء الله يعاونوني، هذا ما نطلب. لاني باغي المحسنين يجوا يعاونوه، يرفدوه هو يدوه، انا ما يعطوني لا دراهم لا والو، يدوه يقوموا به. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الانسان عارفه انا، والله جاء عندي وانا نسكن في المدينه، قال لي بلي الولد تاعي راه باراليزي، شوف كيفاش يدير. قلت له ما كاش مشكل، كاين ناس مخلصين بارك ربي يعاونونا، نجيب له الجماعه هذو تاع الخيرين ان شاء الله، راه فيهم خير ربي ان شاء الله، وراهم يمشوا يعاونوا كاع في الناس الحمد لله يا ربي. بارك ربي كاش ما يبان، انا نعرف هذا الانسان ما عندوش، راك تشوف السكنه تاعو كل شيء يدور هنا، دوك يشوفوا يوروا كل شيء، ما عنده والو مسكين حتى، وربي هو اللي الشافي المعافي، الشافي ان شاء الله والله يوفق. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم الاخ قادة سكوري، رئيس جمعيه المسعفين في فرع زمرة لولايه غريزان. اليوم رانا زرنا الاخ هذا اللي هو ساكن بالشهيريه، دوار شهيريه بلديه دار بن عبد الله. هذا الاخ اللي عنده 35 سنه، لكن تشوف فيه راه باراليزي، انسان ما عند محطم، ما عندوش. انا زرناه وراك تشوف العائله ما عندهمش كاع. ماذا بكم خاوتي، نطلب النداء هذا، الناس المخلصين، الناس اللي فيهم الخير، خاصة سكان زمورة، خاصة الدوار تاع الشهرية دار بن عبد الله، اللي ربي يكرمهم بالخير، يعاونوا هذا الأخ اللي هو راه ولدكم، دير واحد من ولدكم وعاونوه. 20 مليون والله ما هي بزاف، قادر غير 100 100 نلموا له ونخرجوا من هذه الأزمة باش نفرحوا به ويمشي كيما كان بكري.